ووجهت الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار في دعم الشباب وتمكين المرأة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والمجتمعية. ثالثاً، وضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني وفي الصدارة منها توفير الحياة الكريمة اللازمة له وسبل جودة الحياة بشكل عام من خلال توفير بيئة التعليم الجيد والخدمات الصحية اللائقة والسكن الكريم. يعني هطلع هنا دقيقتين بس في النقطة دي، لأن احنا عملنا خلال السنين اللي فاتت حاجات كتير قوي في عملية البقاء والبناء اللي احنا قلنا ان احنا نحافظ على الدولة انها ما تنهارش وما تضيعش مننا وتضيع ويبقى فيه اقتتال، وعملنا شغل على الأرض عشان تبقى معالم دولة تناسب الوقت اللي احنا موجودين فيه. ولكن النقطة اللي انا بذكرها دلوقتي ده جهد كبير جدا، احنا مسؤولين كلنا ان احنا نتحرك في بناء وصياغة الشخصية المصرية عشان السنين القادمة. فاحنا يعني برضو لما بتكلم على تعليم جيد احنا جادين في هذا الامر، لما بنتكلم على تأمين صحي شامل احنا جادين في هذا الامر، مش بنقوله كلام هنا بنطرحه ثم مش هيكون في برامج واضحة وقوية تحقق لنا الأهداف دي. رابعا، الاستمرار في سياسة الاتزان الاستراتيجي التي تنتهجها الدولة المصرية تجاه القضايا الدولية والإقليمية والتي تحددها محددات وطنية واضحة في مقدمتها مراعاة أبعاد الأمن القومي المصري والسعي لإقرار السلام الشامل القائم على العدل ودعم مؤسسات الدول الوطنية واحترام إرادة الشعوب.